يزال مخزيا للإنسانية برمتها ومؤسفا لجميع من يشعر على وجه هذه الأرض. سأذهب الدكتور أحمد سيد أحمد، هو خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ محمد. يعني جو بايدن يتحدث بشكل يبدو فيه أنه يريد الحل ولا ريب في ذلك، وكان الإرادة الأمريكية تمتنع عن إرادة نتنياهو باستمرار الحرب بشكل أو بآخر، بينما مفاوضات تجري ولا أحد يعرف إلى ماذا ستذهب وأين، وبالتالي يعني هل تعتقد، وهذا سؤالي إليك، أن أمريكا الولايات المتحدة جادة فعلا فيما تقول؟ يعني بلينكن لا أعلم للمرة الكام في يعني في المنطقة، في زيارة مكوكية لأكثر من دولة من دول المنطقة بينها القاهرة. يعني كيف ترى الموقف الأمريكي في نظرك؟ في الواقع أستاذ محمد أن هناك ما تزال فجوة ما بين الرغبة الأمريكية في التوصل والصفاق ومنع التصعيد، وما بين ترجمة هذه الرغبة إلى خطوات وسياسات فعلية. نعرف أن أمريكا هي القادرة على الضغط على الجانب الإسرائيلي ودفعه إلى المفاوضات إذا ما توفرت الإرادة السياسية. أمريكا حتى الآن يعني ربما، وكما لمسناه في الشهور العشر الماضية وفي جولات بلينكين وفي المفاوضات، أمريكا دائما تمارس دور الوساطة وهي ما تزال تجلس في المقعد الإسرائيلي، بمعنى أنها يدها رخوة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، ودائما ما تقول أن الكرة بيد بملعب الفصائل الفلسطينية وأن عليها أن تقبل الاتفاق وأنها يعني هي المعارك. بينما نجد على حقيقة الواقع أن من يعرف هو نتنياهو، له كلما كان هناك اضطراب من التوصل الاتفاق وحل القضايا العالقة يقوم بوضع شروط جديدة، شروط تعجيزية إضافية في إطار أن يدفع إلى وضع حجر وعثرات أمام التوصل الاتفاق، وهذا ما لمسناه حقيقة في الشهور والجولات الماضية. هذه الجولة ربما أمريكا لديها مصلحة حقيقية في التوصل الاتفاق لاعتبارات عدة، منها أولا منع التصعيد الإقليمي، لأن البديل سيكون هو انفجار حرب إقليمية خاصة ما بين إسرائيل وإيران وحلفائها، والتي ستورط أمريكا في هذه الحرب لأنها ملتزمة بالدفاع عن أمن إسرائيل، وأمريكا لا تريد أو تريد المانع الوصول إلى هذا السيناريو. ومن هنا جاءت جولة بلينكين، جاءت خطابات بايدن، جاءت مقترحات أمريكية في بعض التعديلات ربما التي يعني أيضا لا تمثل حلا جذريا للقضايا او العقبات التي وضعتها الحكومه الاسرائيليه. ومن هنا نقول ان اذا قامت امريكا حقيقه بمسؤولياتها فيما يتعلق بالضغط على الجانب الاسرائيلي، فيما يتعلق بتنفيذ ما اتفق عليه برفض ما تقوم به حكومه نتنياهو من وضع شروط وعقبات وشروط جديده، كل هذا سيدفع الى توصل الاتفاق. لكن ما دون ذلك، اذا ظل الموقف الامريكي في اطار المطالب والتمني، في اطار ان المناشده للجانب الاسرائيلي، في اطار الرغبه والقول بان هذه الفرصه الاخيره، بينما عليه ان يستنس هذه الفرصه، وامريكا قادره على الدفع بهذا الامر حتى لا تذهب المنطقه الى حافه الهاويه بالفعل وتنفجر. طيب المسألة الإيران، يعني الجميع كان يتخوف من الرد الإيراني وأن تتسع دائرة الصراع في المنطقة، أن تمتد يعني لتشمل دولا أخرى، وهناك دول كثيرة في المنطقة يمكن أن تطالها رحى الحرب إذا ما دارت يعني هذه الرحى. هل تعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة أيضا على إيقاف دائرة الحرب في المنطقة، على الاتفاق مع طهران على تخفيف الرد، أم أنه نتنياهو سوف يعني يشبع ما يريد وأنه سيوسع دائرة الصراع في المنطقة؟ أنا في اعتقادي أن يعني حرصت أمريكا وإيران خلال الشهور العشر الماضية على الحفاظ على قواعد الاشتباك ومنع توسع الصراع الإقليمي، لكن الإشكالية دائما أن نتنياهو يريد أن يورط الجانب الأمريكي من خلال ما قام به من سياسة الاختلاف المتعمدة، استفزاز الجانب الإيراني وحلفائه للرد، ثم تندلع حربه، وبالتالي تقوم أمريكا بدعم إسرائيل وتنفجر المنطقة. أنا في اعتقادي أن نتنياهو فشل حتى الآن ربما في هذا الهدف، ويحاول بكل القوة أن يصل إلى هذا الهدف والعمل على أن يورط أمريكا في حرب، لأنه يعني عندما كان نتنياهو في الكونجرس الامريكي وصفق له الكونجرس قال يعني كلام خطير، قال ان اسرائيل تدافع عن امريكا وانها تقوم بالحرب عن امريكا في مواجهه ما سماه محور الشر،
ويقول أن المعركة هي أيضا لابد أن تدعمنا عسكريا لمواجهة. وبالتالي نتنياهو لعب على استراتيجية إظهار أن هناك تهديدات من جانب إيران وحلفائها تهدف اغتيال إسرائيل، وبالتالي يحاول لفت الأنظار عن جرائم الحرب في غزة وعما يقوم به إلى تصدير صورة أن هناك تهديدات، وبالتالي يدفع أمريكا إلى الوقوف إلى جانبها. لكن أمريكا والرئيس بايدن حتى الآن يدرك مخاطر الانزلاق وإلى حرب إقليمية، لأنها ستكون حرب شاملة تهدف القوات الأمريكية، وبالتالي قد تكون حرب طويلة يمكن السيطرة عليها. ومن هنا إدارة بايدن تحاول بكل يعني كل هذه الجهود وهذا الطرح وهذا التحرك في المفاوضات من اجل منع كل هذا السيناريو، لكن للاسف نقول ان امريكا لم تتخذ الاجراءات الحقيقيه التي تمنع بالفعل هذا السيناريو. يعني سياسه المماطله وعامل الانتخابات والرئيس بايدن يملك البطه العرجاء، هناك حدود ضغطه على نتنياهو حتى لا يستغلها الجمهوريون بانه لا يدعم اسرائيل بشكل كافي. كل هذا بيجعل نتنياهو يحاول ممارسه الابتزاز السياسي على الجانب الامريكي. لكن انا في اعتقادي ان الخطاب بلينكتن امس وان الكره في ملعب حماس هو ايضا ربما يعطي مؤشرا بان امريكا عادت الى المربع او الى النهج السابق، وهو تحميل الفلسطينيين عقبات الاتفاق بينما لا تحمل الجانب الاسرائيلي، كما انها ايضا يعني لا تريد ان تضغط على اسرائيل فيما يتعلق برفض اي تعديلات جديده على الاتفاق. هناك اتفاق تم طرحه في السابق من 3 مراحل تم التوافق عليه، لكن نتنياهو يريد الاصرار من خلال اصرار البقاء في معبر فيلادلفيا ومعبر نستريم ومعبر رفح، وهذه قضايا لا يمكن الموافقه عليها او قبولها، لابد ان يكون هناك اتحاد اسرائيلي كامل. ايضا شروطها فيما يتعلق بعوده النازحين الى الشمال وتضع شروط جديده، او فيما يتعلق باطلاق الاسرى واخراج بعضهم عن فلسطين، كل هذه كلما كان هناك اقتراب تحاول اسرائيل الضغط باتجاه عرقلته. وبالتالي بدا ان نتنياهو يريد ان يستغل كل هذه المفاوضات لاستهلاك الوقت لاظهار فقط انه مع المفاوضات لاستيعاب الضغوط الداخليه بانه حريص على اهل الاسرى، لكن حقيقه لا يقدم يعني تقدم حقيقي او مرونه حقيقيه. والاشكاليه ليست في هذا نهج معروف، ولكن الاشكاليه ايضا هي ان الموقف الامريكي كنا نتوقع ان يقوم هذه المره بالفعل بحجم وتحجيم الجانب الاسرائيلي ودفع الى المفاوضات، وامريكا قادره على ذلك ان اراد. يعني هذا مفهوم انه الولايات المتحده تستطيع ان تغير الامور، لكن ماذا عن ايران ذاتها؟ يعني هل تعتقد انه ايران راغبه حقيقه؟ يعني اعود الى نفس السؤال، يعني كل الذين سالتهم من قبل وانا هنا في مكاني هذا قالوا انه نعم ايران سوف ترد حينما يتحدث المرشد الاعلى عن الرد، فسيكون هناك رد يليق بهذا التهديد وهذا التصريح، يليق بمحاولة إيران أن تسترد كرامتها، ولن يكون ردا هيكليا كما سبق في المرة الماضية وإن كان هناك مئات المسيرات والصواريخ التي تم إطلاقها. يعني هل تعتقد أنه الرد قادم، وهل إيران تنتظر بشكل تقني وشكل لوجستي، أم أنه تنتظر نتيجة المفاوضات التي يبدو أنها يعني لا تسير بأفضل حال؟ أنا الواقع أستاذ محمد أنا أختلف ربما مع هذه وجهة النظر هذه تماما. أنا لا أتوقع أن إيران سترد، لأن الرد الإيراني هو بين أمرين، هو أمام احتفالات معقدة، إما أن ترد ردا شكليا منسقا مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي كما حدث في السابق فقط لحفظ ماء الوجه، وهذا أيضا سيضعف من الموقف الإيراني ويزيد من أيضا من صورتها وامام اذرعها، واما ان يكون هناك رد مزلزل كما يقولون وانتقامي، وهذا صعب حقيقه في ظل وجود البوارج الحربيه الامريكيه والغواصات النوويه وهذا الحشد العسكري. امريكا الان اتمت هذا التواجد العسكري الضخم، وبالتالي اعطت رساله ردع لايران ان اي ضربه تجاه اسرائيل سيكون ايضا تماما موجه تدخل امريكا وتدافع عن اسرائيل وبالتالي توجه ضربات لايران. ايران ليست في وضعيه ان تخوض في حرب حقيقه، هناك اوضاع داخليه، ترتيب البيت ما بعد مرحله الرئيس السابق او الراحل ابراهيم رئيسي والرئيس الجديد، هناك ترتيبات، هناك اوضاع، هناك تحاول يعني معالجه الثغرات في الجانب الامني التي اظهرتها هذه الاغتيالات، وبالتالي ايران تتعامل بسياسه براغماتيه. وانا في اعتقادي ان ايران عندما قالت انها يمكن ان تؤجل الرد او تعمله اذا ما تم توصل اتفاق، هذا ربما مخرج للسياسه الايراني، وقد تضغط على حماس لقبول هذا الرد او لقبول هذا الاتفاق باعتبار انه يمثل مخرجا لها وتتنفس الصعداء وتقول انها لم ترد لانها حريصه او على وقف اطلاق النار وبالتالي يحفظ هيبتها، لكن هي تدرك جيدا ان هناك حسابات معقده لهذا الرد. هي كلما تاخر الرد حقيقه كلما زادت الصعوبات الانسانيه، وبالتالي انا في اعتقادي ان نتنياهو ربما الجانب الامريكي بدا يفهم هذه
الحزب وهذه التوازنات الإيرانية، ولذلك بدأ يضع شروط جديدة وبدأ يماطل، وهو يعرف أن الآن هو يضمن أن أمريكا بكل قواتها العسكرية موجودة في البحر المتوسط، موجودة للدفاع عن أمنها، وبالتالي هذا بيدفع إلى أن هناك حسابات معقدة تأتي سلبا على التوصل للاتفاق. لكن الخيار الآن أو ما روج له بأن الصفقة والاتفاق مقابل عدم الرد، أنا في اعتقادي هذا كان ربما في الأسابيع أو التي عقبت اغتيال هانية في الأيام الأولى، لأن إيران كانت ردت ردا سريعا مفاجئا مباغتا قويا، لكن الآن هي تربط الرد وتحاول البحث عن مخرج وحسابات معقدة، وهذا حقيقة ما يزيد تعقيد الأوضاع ويزيد الحقيقة يا دكتور. يعني رغم منطقية إجابتك إلا أنها فاجأتني، يعني أن تلتزم إيران صمتا بعد تهديد على أعلى مستوى ربما تؤثر السلامة، وربما يكون هذا القرار السياسي الأصلح لها في هذا التوقيت، لكن والله فاجأتني. أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، كل التحية إليك.